وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سيد عبد النبي، ونرحب بك في نشرة الثالثة، وبمناسبة قرب حلول أعياد مملكة البحرين الوطنية نتحدث اليوم حول نجاح مسيرة العمل التشريعي في مملكة البحرين. إلى أي حد كان للدعم السامي لجلالة الملك المفدى لعمل المجالس التشريعية في البلاد دافع لنجاح هذه التجربة الديمقراطية؟ كان على الدوام يعني دعم القيادة السياسية وتحديدا جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الدعم الوافر للتجربة الديمقراطية في البحرين منذ يعني الإدارة الديمقراطية حتى الآن، في منذ ميثاق العمل الوطني حتى الآن كان هناك تطور نوعي في المسيرة الديمقراطية. طبعا الطموح دائما يكون اكبر من يعني ما نسير فيه دائما، ولكن اعتقد ان المشوار الذي قطعناه كمملكة البحرين في هذا الجانب مشوار يستحق ايضا الاشادة فيه، وفي نفس الوقت خلقنا آليات عمل متطورة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحديدا على مستوى الأداء العمل الحكومي ومستوى الأداء البرلماني والرقابة والتشريع. أعتقد كان هناك نوع من يعني المجالات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي أفضت إلى كثير إلى إيجاد كثير من الحلول في الكثير من الملفات الوطنية. أعتقد إحنا سعداء جدا بهذه التجربة، وفي نفس الوقت نحن نعتبر أنفسنا جزء مهم ورئيسي في تطوير العمل الديمقراطي في البلد، وبالتالي مسألة التطوير ومتابعة هذه آليات العمل المستمرة هي مسؤولية مستمرة ولن تتوقف، على اعتبار أن القيادة السياسية تطلعاتها أيضا كبيرة للسلطة التشريعية ودورها في العمل الديمقراطي في البحرين، وكذلك تطلع شعب البحرين في نعم. سيد عبد النبي، كان عام استثنائي كما جاء في التقرير بحسب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ولكن كان هناك حرص من السلطة التشريعية أن تواصل أعمالها، ما دلالة هذا الحرص؟ الدلالة هو طبعا نحن كنا حريصين كسلطة تشريعية أن نستمر في عملنا، لأن عملنا طبعا ليس ترفا، هو عمل ومسؤولية والتزام، وبالتالي نحن أمامنا ملفات كبيرة جدا ينتظرها الوطن والمواطنين، وعلينا أن نستمر بغض النظر عن الظروف الاستثنائية التي مرت فيها البحرين والعالم أيضا، وهي ظروف قاهرة للجميع، لكن العمل لم يتوقف طيلة هذه الفترة، لم تتوقف الجلسات، لم تتوقف أعمال اللجان المستمرة، ولا زالت حتى هذه اللحظة، ونحن نتطلع دائما باستمرار أن يستمر هذا العمل ومتطور ونوعي أيضا وفي نفس الوقت منتج. وأعتقد هذا يعتمد أيضا على التعاون بين السلطتين، ونحن أعتقد نسعى في هذا الجانب أن نطور هذه آليات التعاون فيما بيننا. وسمو ولي العهد كان من أوائل الذين مدوا أيديهم إلى السلطة التنفيذية التشريعية حتى قبل ميثاق العمل الوطني، كان هناك اجتماعات أسبوعية تنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العديد من الملفات، استطعنا من خلالها أن ننجز الكثير من الملفات والقضايا أن تحل بشكل أسرع وأسلس، وفي نفس الوقت خلقنا آليات تفاهم نتطلع إليها جميعا كسلطتين تنفيذية وتشريعية للبناء عليها للمستقبل. نعم، السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.